مكتوب عن الرب أمامه شبع سرور وفي يمينه نعم. وحد قال قبل كده أنه كان محظوظ أنه بالبر ينظر وجه الرب ويشبع بيه لما يستيقظ بيه. أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك. تعالوا نقف مع بعض نقرأ مزمور غالي جدا على قلب، مزمور 63، وإحنا بنعلن شوقنا وعطشنا للرب. المزمور ده كتبه داود وهو في برية، يعني مش ما كانش في وقت سهل، وما كانتش الدنيا معاه متيسرة، وما كانش متعزي جوي، يعني كان مطارد. بس هو في الوقت الصعب بتاعه شوف كان مفتاح تعزيته كان فين، مش انه يطلب خلاص من اللي هو فيه، واذا كان ده مطلوب والرب بيسمع صلاتنا، بس هو عارف السكة المظبوطة. تعالوا نروح معاه مع داود فيها السكة دي، يلا مع بعض بصوت واحد. يا الله إلهي أنت إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. ذكرتك على فراشي، في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي، وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي، فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يد السيف، يكونون نصيبا لبنات آوى. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد. وانت واقف كده قل له أنا عطشان ليك، أنا عطشان ليك يا رب. أرض يابسة ونشفة، بس عطش الحقيقي لا للمية ولا للأكل، عطش الحقيقي لك أنت يا رب. أنا محتاجك، أنا محتاجك يا سخي يا كريم. يا رب النهاردة طلتك علينا بالدنيا، في نور وجهك حياة، بس نشوفك، لأنه لنظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. أنت الصبح بتاعنا، أنت الفجر بتاعنا، أنت قيامتنا، أنت ترنيمتنا، أنت قوتنا، أنت خلاصنا، أنت الكل في الكل. هي الترنيمة إيه غير كلام بيشاور عليك؟ فأنت أصل الترنيمة. والصلوة إيه غير شوق ليك؟ أنت أصل الصلوة، وأنت رجاء الصلوة، وانت هدف الصلوة. انت الكل في الكل يا رب، وانا واخواتي النهاردة خدام ومخدومين مشتاقين ليك، عايزينك. علمنا يا اغلى صديق، كلمنا طول الطريق، علمنا يا أغلى صديق، كلمنا طول الطريق، مد إيدك وسطنا وداوي الكل بالروح، مد إيدك وسطنا اجعل طيبك فينا يفوح، مدي ايدك وسطنا وداوي الكل بالروح، مدي
لك وسطنا، اجعل طيبك فينا يفوح، مشتاقين يا روح الله لعرسنا وبنستنى، مشتاقين يا روح الله لعرسنا وبنستنى، راحتنا في فعل رضاك، راحتنا في فعل رضاك، حاجتنا للشركة معاك، راحتنا في فعل الرب، حاجتنا يا رب، حاجتنا احنا عايزينك انت للشركة معاك. يلا نصليها بصوت واحد، مدي ايدك، مدي ايدك وسطنا وداوي الكل بالروح، مدي ايدك وسطنا مشتاقين، مشتاقين يا روح الله لا عرسنا وبنستنى، مشتاقين يا روح الله، مشتاقين يا روح الله لا عرسنا وبنستنى، اسبينا بجمال يسوع، اسبينا بجمال يسوع، اروينا من الينبوع، اروينا من الينبوع، اسبينا 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 بجمال يسوع، اروينا من الينبوع، من الينبوع، من ايدك وسطنا لعرسنا. يلا نقول مع الرنم وقال طلب الوحيد، طلب الوحيد انك تزيد اكون في حضورك كل الحياة، كل الحياة يردك الرب لحضوره، برتاح معك شوقي في لقاك، مشتاق وحد طلبتك معانا مرة تانية يا شعب الرب، طلب الوحيد، طلب الوحيد انك تزيد اكون في حضورك، اكون في حضورك كل الحياة، كل الحياة ارجع معاك شوف لقاك، مشتاق قلبي وفي كل تضع مع بعض، شكل في حياتي، نور في صلاتي، في صلاتي خبيني، خبيني في شخصك وانت الله فيك،
خبيني في شخصك. ما تفشلش، كل الأشهر تتبدل النور، كل الأشهر تتبدل النور. أمامك شبع صور وأنا طلب رضا، أنا طالب رضا. متعلق بيك، متعلق بيك الغالي، عند رجليك مغمور هنا. كل القشور، كل القشور تتبدل النور في رضا وسرور. أنا طالب رضا، متعلق بيك والغالي، عند رجليك مغمور هنا. في صلاتك خبيني في شخصك، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا. خبيني في شخصك، هللويا. قول معايا، رافعين قلوبنا اليه، رافعين قلوبنا اليه، مش بس اصواتنا. يا فتح لنا باب الرحمه، ندخل نقبل ايديك الممدودة لنا بحياتنا. رافعين قلوبنا اليك، يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل ايديك الممدودة. تعالوا نعلن احتياجنا للرب، ملناش ملناش غيرك انت الهنا الحقيقي. بنترك جايين ناحية قلبك، ملناش غيرك انت الهنا الحي. بنترك جايلك، جايين ناحية قلبك بابا الكل. يا متكلنا يا ابانا، يا متكلنا، من غيرك انت يا حن، ومن يجدد املنا لحياة في ملء الرضا. يا أبانا يا متكلم، مفيش غيرك، مفيش غيرك انت يا حين، ومن يجدد املنا لحياة في ملء. وحط قلبك معانا، ملناش غيرك انت الهنا الحقيقي. جايلك، جايلك، جايين ناحية قلبك بابا الكل. ملناش غيرك انت الهنا الحقيقي. بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل. قولها معايا بإيمان، انت الإله اللي قلت لن يخزى منتظري أبدا، منتظر نفسي ورجوع. نعم الحمد لك والدعاء. انت الإله اللي قلت لن يخزى منتظرينا، منتظر نفسي ورجوع بالحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي. بنترك جايلك، جايين ناحية قلبك بابا الكل. ملناش غيرك انت الهنا الحي. بنترك مبارك اسمك، جايين ناحية قلبك بابا الكل. حررنا النهارده،
يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية، امسك إيدين اللي زل ولا تنساش اللي تتل. يا إلهنا حرر وحل. أمين. ولا تنساش اللي تعمل، ماش غيرك انت إلهنا الحي الندرة. جاي لك يا أبانا، توبنا ليك وفض علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك يليك بحبك. توبني يا أبانا، توبنا ليك وفض علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك يليك بحب الإله. عدي علينا، عدي وزور اللي مل أو كلي تحت المرض، اشفي المطروح وكل من صدق إنك شفاء. مرة تاني. عدي وزور اللي مل أو من تحت المرض، اشفي المطروح وكل. ملناش غيرك انت إلهنا الحي. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. ملناش غيرك، ملناش غيرك انت إلهنا الحي. بنترك صليها معايا. عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له، ده مفيش غيرك يا عيد، البسمة فوق الشفاء. أمين. عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له، منسوب الفرح له، تيجي نشاور عليه. مفيش غيرك يا عيد. قبل ما نصليها ارفع ايدك كده معايا، قبل ما نرنم ونقول ملناش غيرك، قول له مفيش غيرك يعيد البسمة فوق شفاهي. عندما رد الرب سبي صهيون، انت اللي بترد السبي، وانت اللي بتفرح، وانت المعزي، وانت الكل في الكل. واحنا واجعين في عرضك النهارده، واجعين فيك النهارده، عايزينك. احنا عايزينك انت، أنت الحي اللي في وسطينا، وأنت حي ونحن سنحيا بيك. أنت اللي بيك نتحرك، نحيا، نوجد، لأن المسيح هو حياتنا. مين يرفع إيده معايا يقول له أنا عايز أسمع صوتك أنت النهاردة، صوت ابن الله. والسامعون يحيون، تحيا لما تسمع صوته، تسمع صوته في هذا الاجتماع وتحيا في اسم يسوع. كل منطقة فيها موت وفيها مرارة وفيها كآبة وفيها كسر، باسم يسوع تسمع صوت يسوع فتحيا.
صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. تشهد له السماوات والأرض ويشهد له الإنجيل. تشهد له السماوات والأرض ويشهد. مرة تاني صوت يسوع جميل. تشهد له السماوات والأرض ويشهد له الإنجيل. لما اسمع صوت حبيبي بينادى عليا صوته الحلو كان ممزوج بعطف وحنية. طهر قلبي طهر قلبي وطيب نفسي فتح لك. صوت يسوع جميل. تشهد له الإنجيل. تشهد له السماوات وتشهد له حياتي. يشهد له الإنجيل. شوف صوته عظيم إزاي. صوته يسكت أعظم قوة يطفي أدون النار. تسمع له الرياح تخضع له الأمواج. لما ينادي الميت يخرج من بين الأموات. صوته جميل حلقه حلاوة كله مشتاق. صوته جميل حلقه حلاوة. صوته جميل حلقه حلاوة كله. صوت يسوع جميل. صوت يسوع جميل يشفي كل عليه. صوت يسوع. صوت يسوع جميل يشفي كل عليه. تشهد له السماوات والأرض ويشهد له الإنجيل. تشهد له السماوات والأرض ويشهد له الإنجيل. كل شيء مكشوف قدامه كل شيء عريان. يعرف كل خبايا القلب أسرار الإنسان. يكشف أسرار السامرية عند بير يعقوب. تعترف له بكل خطية وتآمن وتتوب. تعترف له بكل خطية وتآمن وتتوب. صوت يسوع جميل جميل
اسمي كل عليل يشهد له السماوات والأرض ويشهد له الإنجيل يشهد له السماوات والأرض ويشهد له الإنجيل صوته ينور قلب الأعمى يشفي كل عليل شاول يصبح بولس أعظم خادم للإنجيل قلبه غير كل طريقه لما الرب سيبيها تشتغل عدد تعالى حالا يا خاطي اسمع صوت الله تعالى حالا يا خاطي اسمع صوت الله صوت يسوع جميل يشفي كل عليل صوت يسوع جميل يشفي كل عليل تشهد له السماوات والأرض ويشهد له الإنجيل تشهد له السماوات والأرض ويشهد له الإنجيل صوت يسوع الجميل ده ملوش صورة معينة يظهر فيه ولا ليه شكل معين يوصل بيه يوصل واحنا بنرنم وفرحانين وصوت المزيكا عالي واصواتنا عاليه يوصل واحنا ساكتين وبنصلي يوصل واحنا حتى مش عارفين نصلي ولا نرنم ولا نعمل اي شيء بيوصل صوته بيوصل ولما صوته بيوصل عند الملك العادل كلمة بتاعته ليها سلطان ولكن إلهنا اللي احنا بنعبده مش ملك عادي إذا كان للملك كلمة فيها سلطان فملكنا الحاضر في وسطنا ليه كل سلطان لما يقول كلمة يرد فيها التايه يشفي فيها العليل يفرح فيها الكئيب يجي فيها اللي على حافة الجحيم والموت والهلاك ويرده وكلمة يقولها لقلبك النهاردة يرسلها ليك فيشفيك حد في انتظار كلمة منه في ترنيمة كنا بنعمل عليها تيست من شوية ونتدرب عليها كان بيقول فيها المرنم اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيوب بس ايديك تمد للعيوب اللي في الاواني دي ايديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب ارجوك كمل شغلك فيها في اواني بتاعتنا الاواني بتاعتنا فيها بيشاور على الاواني واواني كرامه خليها تشكيلك هو المطلوب مين ينده على الرب ويقول له كلمني النهارده تعالوا نصليها واحنا بنقول للرب انت العامل فينا انت العامل فينا كلمني كل إناء مكسور متشقق رب جمالك فيها يبان فاضي ولكن فيك بنصدق فيض مش بس يكون مليان شكرا ليك على تعبك فينا تشكيلك فخار حكيم على صبرك على كل فشلنا وانا تك يا ابو قلب رحيم اظهر عمل النعمة في اواني مليان عيون
مقاصد قلبك، كل مقاصد قلبك لينا شغلك فينا ده شيء. كل الخير كل الخير اللي انت قصدته لحياتنا لازمها يكون، رغم فساد شوه قوانينا، رغم محاولات الشر. مين زيك مين زيك مش هتفشل، انت عظيم انت عظيم جاي. يلا نقولها بالتضاع مع بعض. اظهر عمل النعمه، اظهر عمل النعمه في اواني مليانه عيوب، بس ايديك اتمدت واكترست فيها المحبوب. ارجوك ارجوك كمل شغلك فيه، واواني شغلك فيها وأواني الكرامة خليها. تشكيلك هو المطلوب، تشكيلك هو يلي بذلت الابن، يلي بذلت الابن عشاننا واعطينا معاه، تهبنا كل شيء معاه. قادر تشبع فينا نفوسنا وتعيشنا السماوية، لينا رصيد النعمة هيفضل من قلبك دايما بيفيد. وقت ما نتعب وقت ما نفشل تلحق نفسك ده تعظيم. بفرح اظهر عمل النعم، اظهر عمل النعم في اوان مليان عيوب، بس ايديك اتمدت وبترسي فيها المحبوب. ارجوك كمل شغلك فيها. امين يا رب. انت مكمل شغلك فيه واواني كرامة خلينا، تشكيلك هو تشكيلك تشكيلك. شعب رب يقول العدد التاني لوحده، كل مقاصد قلبك، كل مقاصد قلبك شغلك فينا، شغلك فينا تشيل، كل الخير اللي انت قصدته رغم فساد، رغم فساد شوه. من زيك مش شاوروا على العظيم، انت عظيم جاي بتغيير. اثر عمل النعمة في اوان يا رب. أرجوك أرجوك كمل
شغلك فينا وأواني كرامة تشكيلك تشكيلك هو تشكيلك تشكيلك. قولوا وحديكم العدد الأخير مرة تانية ياللي بذلت ياللي عطتنا معاه البركات قادر لينا رصيد لينا رصيد من قلبك وقت ما نتعب وقت تلحقنا تلحقنا بسندو بعدين اظهر عمل النعمة في أوان مليان عيوب بس إيديك اتمدت وبترز أمين اظهر عمل النعمة في أوان مليان عيوب بس أرجوك أرجوك كمل شغلك فيها وأواني تشكيلك تشكيلك هو أمين تشكيلك هو مبارك اسم الرب. أنا عايز أقول لكم حاجة تفضلوا ارتاح تفضلوا ارتاح. من أنا قابلت مع الرب 2009 ومن 2009 وأنا بشوف الدكتور حليم حسب الله بسمع له بحب كلمة بحبه قليلة بحبه جدا جدا فأخ سامح لما قال لي دكتور حليم معك أو أنت معاه في اليوم الفلاني قلت له الدكتور حليم حسب الله الدكتور حليم حسب الله الدكتور حليم حسب الله قال لي أيوه قلت له أنا هشوفه فأنا فرحان جدا جدا أنا شفتك بابا النهاردة رب يخليك لينا بركة دايما وأنا بقول إذا كان عندي شهوة وطلبة أني أشوف دكتور حليم اللي اتباركت بسببه حتى لو ما كناش اتقابلنا قبل كده من على بعد اتباركت بسببه بسبب سيرته بسبب خدمته بسبب صوته أنا بحب حتى صوته يعني أحب أسمعه حتى لو أحب صوته جدا فأنا بصلي لو عندك طلبة انك تشوف الرب النهاردة تشوف وتسمعه لانه اكيد دكتور حليم هيسمح لي هقول هو ذا اعظم من كل القديسين ها هنا فاذا كنا بنفرح برؤية بعض بشوفة بعض واحنا بنتمنى ان احنا نتقابل مع بعض ونتبارك بده فبالاولى كثيرا نبارك بشكل غير عادي لما نشوف يسوع لما نسمعه انا بحبك يا دكتور بتمنى ليك عمر طويل تخدم فيه الرب وتثمر وتفرح بالثمر المتزايد والكثير تقولوا أمين لا قولوا أمين عافية علشان تشوف الرب دايما وتتلذذ بيه شوفته بجماله وبروعته وبصوته هنصحك نصيحة من أخ صغير في ترنيمة درب نفسك يوماتي ما تسيبش خلوتك ابدأ يومك ورنم إلهي ما أجملك أحفظ كلامه جوه في قلبك يحفظك يكون سيرك لرجلك ونور لسكتك درب نفسك يوماتي ما تسيبش خلوتك ابدأ يومك ورنم إلهي ما أجملك أحفظ كلامه جوه فقلبك يحفظك ويكون سيرك لرجلك ونور لسكتك وسع دايرة صلاتك وعمق طلبتك افرح بالرب أكتر وانت في مخدعك يبعك من عنده كلمة في آية تسندك
يملى قلبك سلام بسلام وارفع وسع دايرة صلاتك وعمق طلبتك افرح بالرب أكتر وانت في مخدك يبعد من عنده كلمة في آية تسندك يملى قلبك سلام بسلام وارفع اتعود عليه الهمك بالصلاة والدعاء أيوة شايفك وسمعك وينزع كل هاق يجي ويمسح دموعك يجدد الرجاء ترجع ليك ابتسامتك كأنك في السماء وعليه ارم همك بالصلاة والدعاء أيوة شايفك وسمعك وينزع كل هاق يجي ويمسح دموعك يجدد الرجاء ترجع ليك ابتسامتك كأنك في السماء وسع دايرة صلاتك وعمق طلبتك وافرح بالرب أكتر وانت في مخدك يبعت من عنده كلمة في آية تسندك يملى قلبك سلام بسلام ويرفعك وسع دايرة صلاتك وعمق طلبتك افرح بالرب أكتر وانت مخدك يبعت من عنده كلمة في آية تسندك يملى قلبك سلام شوف ايه النتيجة اللي هتحصل معاك تبقى زي موسى وجهك لامع جميل تنسى الماضي وذله يعد كأنه ليل تهتف إلهي حي يعلى صوت التهليل وتفرح دايما إلهي ملوش مثيل وتبقى زي موسى وجهك لامع جميل تنسى الماضي وذله يعد كأنه ليل تهتف إلهي حي يعلى صوت تشهد عنه تشهد عنه دايما إلهي ملوش مثيل وسع دايرة صلاتك وعمق طلبتك افرح بالرب وانت في مخدك يبعت من عنده كلمة في آية تسندك يملى قلبك سلام بسلام ويرفعك وسع دايرة صلاتك وعمق طلبتك افرح بالرب أكتر وانت في مخدك يبعت من عنده كلمة في آية تسندك يملى قلبك سلام بسلام ويرفع مساء طيبين عيد الغطاس احنا السنة كلها هتبقى عيد مين بيقول امين السنة كلها هتبقى عيد انا مبسوط لما يكون اخونا مدحت معنا بصدق وامانة ربنا يباركك مش عايز انزله حقيقي بجد مش عايز انزله طبعا بنرحب بحبيبنا الكبير اخونا الدكتور حليم ربنا يباركه ويستخدمه من الناس القديسين الموجودين على الارض ربنا يستخدمه هما جملتين جمال كده حسيت بيهم وعايزك ترددهم في قلبك موجودين في إنجيل لوقا صح واحد عدد 30 فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله قولها تاني فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله عايزك تشاور على نفسك كده تعمل ايدك كده وتقرا الايه دي تاني بايمان فقال لها الملاك لا تخاف قول اسمك انك وجدت نعمه عند الله النعمه بتاعت الرب ليس لها حدود واللي انا شفته مع القديسه العذراء مريم نالت نعمه انا متخيل كده انها ما تكررتش للناس نالت نعمة أنت نلت نعمة بس النعمة اللي ربنا عطاها للقديسة العذراء مريم منفردة وأنا بعتقد أنها مش هتتكرر ليه؟ لأنها بسبب النعمة دي
وصلتنا للمسيح له كل المجد اللي هو أزلي أبدي، بيقول لك ضامن حياتك الأبدية، وأنت من ضمن الناس اللي ليك نصيب في النعمة الإلهية. النعمة تقدر تشاور على نفسك تقول أنا ليا نعمة؟ قولها بصوت عالي جدا، قولها أنا ليا نعمة في عند الرب. ده يوسف، يوسف اللي موجود جوه السجن لا نعمة مع الحارس اللي بيحرسه وسلم له السجن بما فيه كل الحاجات اللي فيه، اعمل فيها يوسف زي ما انت عايز، نال نعمة في عينين السجن رئيس السجن. انا عايز اقول لك انت نلت نعمة في عيني الرب نفسه، وانت الوحيد، مش الوحيد، انت من ضمن الناس اللي موجودين في كنيسة المسيح اللي هترفع ايدك وصوتك وتقول له انا نلت نعمة. اخر آية اقولها، لما تنال نعمة هتقول الكلام ده. فقالت مريم، قالت ايه؟ تعظم نفسي، تعظم نفسي الرب. هتعظم اسم الرب، النعمة هتخليك تعظم اسم الرب، وهتنال في هذه الايه تعظم نفس الرب وتبتهج روحي. قل له روحك النهارده ابتهجي، قولي روحك النهاردة ابتهجي، لأنك نلتي نعمة في عيني الرب. أمين. ربنا يبارككم ويستخدمكم. يوم الأحد عندنا اجتماع الساعة 7، خلينا نيجي كلنا نصلي مع بعض. يوم الثلاثة عندنا اجتماع صلاة رائع يوم الساعة 7. الكنيسة كلها لما تتحد مع بعض، عدو الخير اللي أنا شايفه مش هيخش بينا، عارف كده؟ أنا اللي شفته بالظبط، إحنا واقفين ولازقين في بعض كده، مش هندي فرصة ولا سنتي لإبليس إن يتدخل. لكن شكرا للرب، لأن اللي أنا شايفه في الكنيسة النهاردة، الكنيسة لزقة بعضها تتوحد مع بعضها، وإبليس ليس له مكانا لا في الكنيسة ولا في بيتك ولا شغلك. امسك ايد اخوك اللي جنبك، امسك ايد اختك اللي جنبك، قول له نحن معا للمسيح. تقدر تقولها؟ شوف الآية الجميلة اللي كاتبينها فوق دي بتاعت راس السنة، معا. عارف تقول معا؟ قول معا، قول بيتي، حتى لو بيتك مش موجود امسك ايد بيتك اللي مش موجود بالإيمان، قول معا للمسيح. إبليس مش هيتدخل وسطنا أبداً، لأن ليس له مكان بره باسم يسوع المسيح. أمين. نسمع الترنيمة الأخيرة من أخونا مدحت، وربنا يبارك الدكتور معانا حبيبنا ويستخدمه بمسحة عظيمة. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، ياللي راضي بيك واديت ليا قيمة. ايديك بتحاوطني، ايوة ايديك كريمة، انت اللي مفرحني وبديني الترنيمة. نعمتك بتقبل والدليل صليبك،
كنت بعيد لوحدي ابني بقيت حبيبك ولقيت نفسي محمي من شال جوا عينك. أنا مديون للنعمة أنا مديون لصليبك نعمتك غنية نعمتك عظيمة ياللي راضي بيا واديت ليا قيمة ايدك بتحاوطني انت اللي مفرحني. نعمة تخلص نعمة تخلص نعمتك تخلص نعمتك تبرك واثق فيك وإيماني إنك أنت تحرك ودي مش حاجة مني أنت اللي بت شكرا إنك هتباركني أكتر مما تصور نعمتك غنية نعمتك عظيمة ياللي راضي بيا واديت ليا قيمة إيدك بتحاوطني أيوة إيدك كريمة أنت اللي مفرحني مديني الترنيمة. اتفضل ارتاح. سلام الرب يسوع معاكم جميعا. مبسوط أكون معاكم في هذه الفرصة شريك معكم في الإيمان المقدس. وأنا يعني عودت نفسي أن أنا أتعلم معاكم من الرب بالكلام اللي هيقوله مالينا. مش واقف قدامكم محاضر، لا المحاضر في الجامعة والمدرس في المدرسة، لكن احنا هنا مش تلاميذ ومحاضر، لكن احنا كلنا اخوة لبعض واخوات لبعض موجودين في حضرة الرب المعلم الحلو اللي قال تعلموا مني، فاحنا قاعدين قدامه بنتعلم منه. تقولوا امين. تعالوا نصلي مع بعض قبل ما نسمع كلمة الله. شاكرينك من كل القلب يا رب لأجل هذه الفرصة الرائعة الجديدة التي رتبتها لنا وأوجدتنا فيها عند قدميك. شاكرينك لأنك تسرب العطاء أكثر من الأخذ. شاكرينك لأنك لا تحتاج إلى من يحكي ويقول لك عن حالنا وأحوالنا أو ينقل شكوانا اللي في داخلنا إليك، لكن أنت عالم وعارف كل شيء قبل ما احنا نقول لك. ونشكرك لأنك كريم في العطاء وسخي في التوزيع. صلاتي من كل قلبي يا رب تسأل عن سلامة كل نفس موجودة في المكان وتلتقي بكل نفس لم تتعرف بيك حتى الآن، وتشجع كل مؤمن ومؤمنة يا رب لحياة أرقى وأسمى وأفضل. كلنا في انتظارك، ما حدش فينا يقدر يقول لك أنا في استغناء عنك، لكن كلنا في حاجة إلى شخصك. تلامس معنا ومع قلوبنا وغير حالنا فنخرج من المكان من طريق آخر. تتبدد الضعفات، ينتهي صغر النفس، تنتهي الحيرة من داخل حياتنا. يمتلئ القلب بإرشادك، يمتلئ القلب بحضورك. بركة لكل نفس موجودة في المكان. احسن إلينا جميعا واذكر كل نفس تشاهد وتسمع من خلال قناة الكرمة. بركة للجميع يا رب، وصل صوتك للكل،
واسقم فيك. لذلك نصلي ونضرع إليك، لك الكرامة والمجد إلى الأبد، آمين. تعالوا هقرأ معكم بعض آيات من كلمة الله نتأمل فيها مع بعض، من الرسالة إلى العبرانيين. الرسالة إلى العبرانيين، نعرف الرسالة تبدو صعبة عند البعض، لكن بمشيئة الرب هنتلذذ مع بعض بهذه الرسالة الرائعة العظيمة. من أصحاح 12 هنقرأ آيات الأولى من أصحاح 12، الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12، وأقرأ على مسامعكم من العدد الأول للعدد الثالث. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، والنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. الرب يبارك هذه الأقوال المقدسة لنا. أنا عارف أن فيه نوعين من الناس موجودين في الاجتماع، وكمان نفس النوعين موجودين من اللي بيشاهدونا وبيسمعونا. النوع الأولاني مؤمنين اتعرفوا على الرب، نفسهم أن الرب يطعمهم روحيا ويشبعوا بالرب اللي بيكلمنا. والنوع الثاني لسه ما تعرفوش بالرب ونفسهم يتعرفوا على الرب، أو نصلي لأجلهم أن الرب يفتح القلب للتعرف على الرب. عشان كده أحب دايما أتكلم وخاصة في الاجتماعات في الاتجاهين، حاجة للمؤمنين وحاجة كمان للي لسه ما أمنوش، وإن شاء الله يا رب يبارك دول ويبارك دول. الرسالة إلى العبرانيين حاجة للمؤمنين على الماشي بسرعة، لم تعنون باسم كنيسة معينة. يعني احنا تعودنا دايما لما بنقرأ في رسائل الرسول بولس نلاقي رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة روميا، رسالة بولس الرسول للمؤمنين في مدينة كورنثوس، المؤمنين في مدينة تسالونيكي. يبقى الرسائل موجهة لمين يا ترى؟ للمؤمنين، لكنيسة الله، لبنيانها، لتعليمها، للسلوك الحسن، لانتظار مجيء الرب. بعلمنا ازاي نعيش صح، نعبد صح، ننتظر مجيء المسيح بطريقة صح. لكن الرسالة اللي أنا قريت منها الرسالة إلى العبرانيين، وكلمة عبرانيين أو عابرين جمع لكلمة عابر، يعني واحد غريب ومسافر. مين دول اللي أطلق عليهم عبرانيين؟ دول اللي هم شعب جه من إبراهيم، إسحاق، يعقوب، دول اسمهم العبرانيين. وذلك أول من قيل عنه عابر اللي هو أو عبراني إبراهيم، بعد منه ابن إسحاق، بعد منه ابن يعقوب، بعد من يعقوب 12 سبط كتروا وعمل بيهم الرب الشعب، قال عنهم شعب أخص، وقال عنهم ابن البكر. دول أخذوا شرائع الرب ادها لهم، ائتمنهم على كلمته، منهم الأنبياء ومنهم المسيح حسب الجسد. لما تولد رب المجد يسوع تولد من وسطيهم. طيب دول حفظوا كلمة الله، للأسف بأكثرهم لم يسر الله، ما عاشوش الحياة اللي ربنا عايزها. ليه؟ لأن الإنسان بحسب الطبيعة ما يقدرش يعمل ما يرضى الله إلا إذا الرب عمل في قلبه وتولد ولادة جديدة. ليه؟ لأن بالولادة الجديدة احنا بنبقى شركاء الطبيعة الإلهية. حليم الخاطي يتحد بالمسيح، أو يتحد إنجاز التعبير
بالله العظيم، يبقى الله فيا، المسيح فيا، وأنا في المسيح، فبقينا في بعضينا. فالمسيح الحي فيا يديني الحياة الجديدة، الحياة الحلوة، ويبقى شعاري فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. لهذا السبب الرب يسوع أعلنها ليهم وما فهموهاش، قال السارق والشيطان لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أدي وظيفته. بس يكمل ويقول وأما أنا، أما أنا مش ولدت، قد أتيت. خدوا بالكم معاي، أتيت، فجان عن طريق الولادة من المطوبة العذراء مريم. ولادته لم تكن بداية حياته، لكنه هو من الأزل وإلى الأبد. ولذلك تلاقوا التعبيرات اللي استخدمت في الكتاب المقدس تعلن وتثبت وجوده السابق لميلاده. تلاقي مثلا يقول أما أنا فقد أتيت، لما يقول أتيت معناها كان في مكان غير منظور وأتى إلينا في صورة المنظور. في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، يبقى إذن كان موجود مع الآب والروح القدس جوهر اللاهوت، وأرسل في ملء الزمان من الله، يبقى ولادته مش بدايته. اسمع آية تاني كمان، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. خد بالك من الكلمة عدت عليك، لم آتي، يبقى أتى، أتيت، أرسل، جاء. في ملء الزمان أرسل الله ابنه، الكلمة صار، مش ولد، صار جسدا وحل بيننا. يبقى إذن إحنا لما بنتكلم عن المسيح بنتكلم عن شخص أزلي أبدي غير مرئي، لأن الله لا يراه أحد قط، لكن في محبة مطلقة جاء إلينا في الصورة المرئية. عشان كده الرسول يوحنا يقول ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. السؤال، هل فهم شعب الرب القديم هذا الكلام؟ لا. هل عرفوا الشخص ده هو مين؟ لا. طب هل عرفوا أن جاء لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل؟ لا. إنما كل اللي قالوه عنه، اسمع بقى، سامري، وطولوا لسانهم أكتر وقالوا عنه به شيطان. أما الأقارب قريبوا حسب الجسد قالوا إنه مختل فاقد قواه العقلية. خدت بالك معاي؟ آخرين قالوا، اسمع، قالوا للراجل اللي كان أعمى ده والرب خلق له عينين، فاكرينه اللي هو في يوحنا 9 لما قالوا أنا كنت أعمى والآن أبصر، قالوا له هذا الإنسان رجل خاطي، هل عملكم غريب خاطي وفتح عينيه؟ سمعناش أبدا الكلام ده. أنا بوريكم قالوا عنه إيه، خدوا بالكم معاه. ففي اللي قال عليه كلام مش كويس وفي اللي قال عنه كلام كويس. المقربين بقى واللي سمعوه شافوا المعجزات واستمتعوا بتعاليمه، ماذا قالوا عنه؟ اسمعوا كده، قالوا إنه فعل كل شيء حسنا، ما شفناش ولا حاجة وحشة منه. طب واسمع ناس تانيين قالوا إيه كده، اسمع كده، قام في وسطنا نبيا عظيما. يبقى في ناس اهو، شفتوا الاولاني كانوا بيقول ايه، وشوفوا دول بيقولوا ايه، نبي عظيم. هل هذا صحيح؟ لا. بس اسمع كمان، الرب يسوع في خلوه حلوه كده قعد مع مين؟ مع تلاميذه، مع الرسل اللي اختارهم لنفسه، وقال له ممكن اسالكم سؤال؟ اتفضل اتفضل يا معلم. بيقولوا الناس عني انا مين؟ انتوا قريبين منهم قوي، بيقولوا عني مين؟ قالوا له احنا سمعناهم بيقولوا يوحنا المعمدان قام من بين الأموات. واحد تاني قال له بس أنا سمعت كمان حاجة تانية. اتفضل، سمعتهم بيقولوا إلي النبي ظهر. طيب واحد تالت بقى، واحد تالت عارفين قال ايه؟ قال أنا سمعتهم بيقولوا ده إرميا الباكي. كويس. واحد رابع قال لا أنا سمعتهم كمان بيقولوا عنك واحد من الأنبياء.
يبقى كل اللي قدروا يوصلوا له الناس، الناس اللي كويسين، ان يسوع عباره عن ايه؟ ما تقولوا نبي من الانبياء ونبي عظيم. اما الوحشين قالوا عنه كلام وحش كتير، والعالم هو هو العالم. اسمع بقى، تدور الدائره ويستخدم الرب رجل من الرجال الافاضل اللي كان مضطهد لكنيسه الله، وكان يتلفها بافراط، وكان يكره المؤمنين كره ملهوش حدود، كان يصر لما يشوف حد بيتقتل من المؤمنين، لدرجة ان كان واقف كده حط ده خلفه بيتفرج على استفانوس اللي كانوا بيعملوا ايه فيه، يقول لك كان راضيا بقتله. يا ساتر يا رب، طب ليه بتعمل كده؟ حبا في الله. انتوا معايا ولا تعبانين؟ معايا؟ يعني ده لا راجل لجاني ولا فاسد أخلاقيا ولا حرامي ولا فكر، ده راجل ماشي على الشريعة حبا في الله. طب ودول الغلبة دول مالهم؟ قال عشان نطهر الأرض منهم. يا أخي خلينا نرتاح من البدعة دي والشرزامة دول. قال له طيب هات آخر ما عندك. جبت آخر ما عندك. والغريب يا إخوة يا أخوات، الغريب إن الكتاب بيحط على الرجل ده ثلاث أوصاف، الثلاثة أوحش من بعض. عارفين أقولهم لكم بوجه السرعة؟ عارفين أول صفة إيه؟ يسطو على يسطو يعني ذئب. طب والصفة الثانية عارف قال عنه إيه؟ اسمع كده، اسمع، ينفس يعني بخ سم. يعني الأولى ذئب والثانية ثعبان. طب والثالثة؟ قال هل الرب صعب عليك أن ترفس بغل؟ خياله. طب والنعمة تقدر تغير واحد زي كده؟ أيوه تغير وتخلق منه إنسان جديد ورسول للمسيح كمان. حد عارف أنا بتكلم عن مين؟ على شاول الطرسوسي اللي هو بولس. ماشي ولا زعلك. شفت بقى اتقبل معاه غيره. غيره. عارف بقى بعد ما تغير شاول عمل ايه؟ اسمع اقول لك، ومن ذلك من هذا الوقت ابتدى يقنع اليهود ويتكلم ان المسيح هو ابن الله، هو الله ولا زعلك. ابتدى يقنعهم، فراح كاتب للعبرانيين اللي هم من اصل ابراهيم، دول اللي هم مش قادرين يصدقوا الشعب الارضي، راح كاتب لهم رساله كامله الروح القدس من خلال العلامه الرسول بولس. لا ده مش من خلال العلامه، كتب أو تكلم أناس الله القديسون مسوقين روح القدس، قال له اكتب لهم الرسالة دي. فكتب الرسالة دي لمين؟ للعبرانيين. خد بالك معايا بقى من كلمة هقولها دلوقتي، يوضح ويفسر لهم. تاني، يوضح ويفسر لهم العهد القديم في ضوء العهد الجديد. وعاوز أقول لهم في الرسالة دي، شوف يا حبايبي اللي أنا كنت بكرهه وانتوا زي بتكرهوه دلوقتي، لما تقابل معايا وعرفته ده ربي وإلهي، وتعالوا أكلمكم عنه أنه هو أعظم من كل اللي انتوا بتعبدوه أو تتعلمتموه، تعالوا أوريكم عظمة هذا الشخص. ففي الرسالة دي ابتدى يشرح لهم المسيح الأعظم. خد بالك أنا قلت العبارة دي، المسيح هي الأعظم. بص بقى معاه في الأصحاح الأول والثاني، قال لهم أعظم من الملائكة. في الأصحاح الثالث قال لهم أعظم من موسى، إلا موسى ده بالذات عندهم. في الأصحاح الرابع قال لهم أعظم من يشوع ابن نون. في الأصحاح الخامس قال لهم أعظم من هارون والعائلة الكهنوتية. أصحاح ستة وسبعة قال لهم ده على رتبة ملك صادق اللي محدش يعرف لهم جه منين وراح منين. فأصحاح تمانية وتسعة وعشرة قال لهم أعظم من كل ذبائح العهد القديم كلها، لأن دم سيران وتيوس لا يمكن أن يرفع خطايا، لكن ده ذبحته كاملة وخلص الخطاة إلى التمام. طيب بعدها جه في أصحاح 11 قال لهم بصوا بقى، تعالوا احكي لكم عن الايمان. اتفضل. راح بدا يتكلم عن سحابه من المؤمنين والشهود الحلوين. فبداها بمين يا ترى؟ بداها بالعقل، خد بالك معاي، والخليقه. اسمع، بالايمان نفهم، بدون الايمان
ولا عمرنا نفهم الفلسفة دي في المدارس وفي الكليات. عاوز تفهم تؤمن بي، مش هتؤمن تبقى مش هتفهم. زمان كانوا يقولوا لنا الجاهل ما يعرفش يقرا الكتاب. اسال واحد اقول له اخبارك، اقول له انا جاهل يا اخ. ماله جاهل ليه ده؟ علشان عارفه مش عارف يقرا ولا يكتب. اكتشفت مع الايام ان اللي ما يعرفش يقرا ويكتب فيهم ناس حكماء في منتهى الجمال، وناس واخدين كذا دكتوراه، وبعد عنك جهل ما ليه حدود. اتاري الجهل مش مرتبط بالقراءه والكتابه، الجهل مرتبط بعدم فهمك ومعرفتك لله. قال الجاهل في قلبه أدي الجاهل. طب امال الحكيم رأس الحكمة مخافة الرب. تقرأ ما تقرأش ومش مشكلة، بس الرب بالنسبة لك فين؟ في حياتك؟ ملك على قلبك؟ خد بالك معايا بقى. فحط لهم سحابة الشهود، بدأها بالفهم، وبعد كده ابتدى يتكلم عن هابيل وأخنوخ ونوح وإبراهيم وسارة مرات إبراهيم والقدماء، وابتدى يتكلم عن إسحاق ويعقوب وموسى، لغاية ما قال يعوزني الوقت مش هخلص لو أنا قعدت أقول لكم. بس جاء في أصحاح 12 وقال شفته في أصحاح 11 اتكلمت عن إيه؟ اتكلمت عن سحابة مقدسة مباركة قلبهم مليان بالإيمان. يا رب منحنا ذلك. خد بالك معايا بقى، قال لهم كلهم دول تحطوهم بين قوسين، تبصوا للواحد فيهم كده وتدرسوا حياته، تتمثلوا بإيمانهم مش بيهم، انظروا إلى نهاية أيوة في ناس حافظة هي نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم. لا 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 لا, لا. لو هتتمثل بي تتمثل بالحاجة الكويسة والوحشة. هتتمثل بمين؟ إبراهيم في حاجات حلوة قوي، بس في حاجات مش حلوة. كذب، قال لمراته قول إن أنا أخوكي ونزل مصر. هقول لك إيه بس، عاوز تبقى زيه؟ لا لا لا، بس إبراهيم ده أنا أحبه قوي قوي، لأن في حاجات جميلة. لما كان يمتحنه الرب كان ينجح بمرتب مش جيد جدا، ده امتياز بمرتبة الشرف. ادعم ايوه، ففي حاجات حلوة اخدها، لكن في حاجات مش حلوة اسيبها لي انا مالي بيه. عشان كده تمثلوا بإيمانهم. خدت بالك معاه؟ اما في واحد بقى قال ده بقى احطه قدامكم، ايوه قال ده احطه نصب عيونكم، مش تتمثلوا بإيمانه، ده تتمثلوا بيه وتمسكوا فيه. ده مين ده؟ لا ابراهيم ولا بولس ولا بطرس ولا اشعياء النبي، امال مين؟ قال لا ده اسمه يسوع المسيح، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. خدوا بالكم معايا، ابراهيم المؤمن، اخنوخ المؤمن، نوح المؤمن، لكن الرب يسوع مش يسوع المؤمن. لا مين يقول ساعدني؟ يسوع رئيس الإيمان، رئيس الإيمان. لا ورئيس الإيمان واسكت، دي هذه المشاكل اللي جبتها لنفسي. رئيس الإيمان وكمان ومكمله، كمله هو ده. عشان كده بيديني إيمان كامل، ما بيدينيش إيمان ناقص، مش محتاج مني إن أنا أكمل، لأن عمله هو إيه؟ ما تقول معاي كامل. ولما يدي خلاص، يدي خلاص إيه؟ ما تقول معاي. هقول لكم على آية في الرسالة للعبرانيين وبعدين أرجع تاني. أقول لكم على آية، اسمع كده يقول إيه؟ المسيح قام من بين الأموات، حي إلى الأبد لا يسوده الموت. اسمع، له كهنوت لا يزول. لو عاوز تجيبها أصحاح 7 من عدد 25 24، له كهنوت لا يزول. اسمع، من سمى، أي من هذا المنطلق، من سمى، أيوة حد بتمتم أنا سامعه، يقدر، أشكركم، يقدر إيه؟ أن يخلص إلى التمام. طب أنت عارف إلى التمام معناها إيه؟ لا أقول لك أصل ولا فصل عشان ما تعبكش معايا، معناها إلى النهاية. اسمعها مني، من سمى يقدر أن يخلص إلى النهاية
يعني لغايه ما يوصلك ويضمن سلامتك بالسلامه هناك لغايه ما توصل فوق. يخلص الى التمام. يخلص مين؟ مش كل البشر، مش كل العالم، مال مين؟ الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين يعمل ايه؟ يشفع فينا. هو ده اللي نبص له. وما دام عينينا بتبص له ناجحين 100%. اذا عينينا تحولت عنه احنا فاشلين 100%. يبقى نجاحي وفشلي ايوه مرتبط بعيوني الى اين تتجه، يا بص له يا ما بصلوش. يلا نعود تاني بقى. انا قلت نجاحي، عشان كده انا عاوز احكي معاكم بقى عن طريق النجاح والفشل. ما دام بنقول النجاح يبقى عكسها الفشل، يعني يا اما ناجح يا اما فاشل. ما تزعلش مني بقى، اوسع صدرك حبتين واحتملني وامرك لله. حتى لو كنت بتشاهدني وبتسمعني خلي قلبك متسع، ما تتضايقش بسرعه. اسمع، ما دام بعيد عن ربنا انت هسمعش حد. يعني انا دلوقتي اطلب من اللي بيسمعوا يشاهدونا يردوا عليا، انتوا اللي مالين المكان تردوا عليا. طيب ما دام الشخص بعيد عن ربنا يبقى انتوا اللي قلتوا انا ما قلتش فاشل. يبقى اول حاجه في سر فشلك بعدك عن الرب. بعدك عن الرب يا حبيبي. تدور على النجاح مش هتلاقيه. اسمع، ممكن تنجح زمنيا وجيبك يتملي فلوس بس قلبك فاضي ولا عبره، جيوبك اللي مليانه بره مش هتحفظ نفسيتك اللي بتتحطم من جوه. لا هقولها لك تاني، جيوبك المليانه من بره مش هتحفظك لما تدخل في الاكتئاب وتروح تنتحر. ياما اصحاب اموال عملوا ايه؟ انتحروا. وبيسالوا غيري، انتحر، ما نفعتش اموالهم، ما مالتش الفراغ. ليس النجاح الحقيقي هو النجاح الزمني. فكم من ناس فقراء لكنهم اغنياء في الايمان وناجحين في حياتهم 100%، مع انهم بيقولوا خبزنا كفافنا، لكن الوش منور وناجحين 100%. إذن الفشل يأتي نتيجة بعدك عن الرب. لا لا، ده باين علي هزعلك. اسمع بقى، انت عارف الكتاب المقدس بيقول ايه؟ اخ اسمع، وجه الرب ضد فاعل الشر. جيوبك اتملت فاستخدمتهم في الشر، رايح جاي على الخطية، بعت نفسك للهوى. الحب الهابط، لحسن حد ما يفهمش كلمة الهوى يفكرها الهوى اللي بيطير. بعت نفسك، يعني عارف الفقر أحيانا يبقى مسيحي يبقى حلو، على الأقل خليك قريب من ربنا. صدقني تبقى قريب من ربنا، أول ما كتروا هربت من ربنا. فاشل؟ لا ده مش فاشل، ومعادي لله. شفت بقى؟ خد بالك معاي، ادي اول حاجه عاوز الفت انتباهك ليها. ما دمت بعيد عن الرب فانت معادي لله. الله لا يصادق شخصيتك وانت فاشل حتى ولو جيوبك مليانه. اسمع، بعدك عن الرب، ولذلك الرب بيقول لنا كبشر اسمع، قول لنا ايه بقى؟ اقتربوا مني فاقترب اليكم، ارجعوا إلي. مين يكمل؟ ارجع إليكم. طب آية ثالثة، التفتوا إلي. بصوا لي يا عالم، التفتوا إلي. تعملوا إيه؟ اخلصوا، اخلصوا. بص بقى هنقربها أول مرة دي. اسمع عليه بقى لما تجسد ووصل لغاية عندنا. تعالوا إلي. بس اسمع، في ناس بيقولوا له إيه بقى؟ اسمع دي آية، خد بالك أنا بحط آية جنب آية مش بوعظ. بص اسمع الآية دي بقى، ناس بيقولوا له إيه؟
في أيوب أصحاح 21 عدد 14 يقولون لله ابعد عنا يا رب صحيهم يا رب. يقولون لله يا أخونا يعني ربنا بيقول إيه؟ تعالوا إلي وهم ابعد عنا. ليه؟ لأننا بمعرفة طرقك لا نسار. يا سلام، ده قال عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحاص. إزاي تقول الكلام ده؟ اسمع يكمل الآية ويقول إيه. اسمع صدقني تسمح لك إيه. من هو القدير حتى نعبده؟ وماذا ننتفع إن التمسناه؟ يا إلا ناخده يعني شوية وعاظ يجي وعظونا وعلوا أصواتهم والتاني وطي صوته وشوية مرنمين يبسطونا شوية. يا عم اتكل على الله، الدنيا دي ما تاخدش منها غير اللي تعمله النهاردة وتستفيد بيه. ماذا ننتفع إن التمسنا؟ يستبعدون الله من مشهد حياتهم. أكمل لكم من مكان تاني، اسمعوا نفس الآية دي جت في مكان تاني في سفر أيوب. عارفين اسمعوها مني، عارفين أقول إيه؟ اسمع كده، يقولون لله أبعد عنا لا نسر بمعرفة طرقك الذين غطاهم الغمر. ها؟ إيه ده اللي بتقوله ده؟ أيوة أتاريه بتكلم عن ناس كانوا وغطاهم الغمر. عارفين الغمر اللي هو إيه؟ طوف النوح. يبقى الناس دول كانوا فيام مين؟ ما تقول معاه ما رضيش يتوب. نادى نوح يا عيني وصرخ وقال، قالوا راجل مجنون، غطاهم الغمر، جات المية شالتهم. وانا عاوز اقول لكم الرب يسوع قال وكما كان في ايام نوح، ايوه هكذا يكون في ايام مين؟ احنا عايشين فيها، خد بالك عايشين فيه. النهارده كله بيجري على دماغه مش على رجليه، ومحدش فاضل ربنا. واللي بيسمع ما تزعلوش، واللي بيسمع عاملين زي نبوة حزقيال، يأتون ويجلسون أمامك كشعبي قاعدين يظهرون أشواقا، بأفواههم يظهرون أشواقا، وانت يا حزقيال صرت لهم كجميل الصوت يحسن العزف. أعد الله ينور عليك، اسمع، يظهرون أشواقا بأفواههم أما قلبهم مبتعد عني. لا ده أنا أقول لك اللي بعديها، ذاهب وراء كسبهم. يعني كل واحد ماشي وراء ايه؟ تجارته، ماشيين وراء تجارتهم، محدش فضل ربنا، غطاهم الغمر والغمر جاي قريب. اسمع انا مش عايز اقول الكلام ده، لكن الروح القدس بيلزمني ان انا اقوله. انت تعرف الرب قال في ايام نوح كما كان في ايام نوح، وقال كمان كما كان في ايام لوط. خلي بالك، لا مش هقول لك اللي حصل فيها، لا 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 لا، انا عاوز بس ايام نوح غرقهم بيه بالميه، وايام لوط حرقهم بالنار. وهو الرب يسوع كما كان في ايام ده وايام ده، يعني ايام نوح ميه وايام لوط بعد مسافه زمنيه نار، فايام اللي جايه حد معايا يا اخوانا جايين الاثنين مية ونار. شد حيلك بقى، خلوهم ينفعوك القرشين. أتجرأ وأقول لك بلاش فشل، وكفاية يا فاشل من فشلك، ارجع للرب تنال النجاح. يبقى أول طريق للنجاح أنا جبته عكسي، هو الاقتراب منين؟ ما تقول العودة إلى الرب. أول طريق النجاح تعود لربنا. إن اسمع، أنا شايف الأخ متحمس بيجيب لي أو الأخت بيجيب لي الآيات. طب معلش هات لنا الآية في أصحاح 22 من سفر أيوب عدد 21. بص كده معاي، مجرد بس لفت الانتباه، ها رأيات. اسمع كده يقول إيه في عدد 21، يقول تعرف به. لا مش أعرف عنه، ما كلكم تعرفوا. تعرب بيه، قرب منه، اتحد بيه، خليه يملك على قلبك وحياتك، يملك كيانك، يسكن في داخلك، يبقى في فكرك، في عواطفك، في مشاعرك. تعرب به، تعرب به، واسلم بمعنى كن معه في سلام.
يعني أول ما تتعرف به سلامه يملأ قلبك، لأن بينك وبينه يبقى فيه سلام. إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. بذلك يأتيك شر ولا خير؟ يا أخي خير، أدي النجاح. طب إيه اللي مطلوب مني؟ قال لك اقبل الشريعة من فيه، يعني من فمه. افتح ودنك والكلام اللي يقوله خلي قلبك يعبيه ياخده. اقبل الشريعة من فيه وضع كلامه فين؟ في قلبك، خزن الكلمة. يلا أنا عاوز الآية دي بقى. إن رجعت إلى القدير تبنى. لا أنا عاوزكم تقروها تاني بصوت عالي. إن رجعت إلى القدير بس حياتك مهدومة وفشلان لأنك مش عاوز ترجع لربنا. لما ترجع هيعمل إيه هو؟ يبنيها من جديد. أنت حبيت تبنيها هدمتها، لما ترجع له هيقول لك شيل إيدك، يبتدي هو يعمل إيه يا أخا؟ يبنيها. ولما يبنيها يبنيها على أحسن تراث. حياتك تبقى أروع حياته وبيتك يبقى أحلى بيت. بس مطلوب منك تعمل ايه؟ ترجع. ادي بداية النجاح. بداية النجاح العودة الى الرب. ان لم ترجع الى الرب لا نجاح. طيب يجي اللي قدامي دلوقتي يقول اشكر ربنا انا رجعت. حل مبروك، ايه اخبارك؟ طمني. بص اخ، نعم مرات ابا حلو قوي واحس بالنجاح، ومرات بنزل وحياتي ايوه متذبذبة بين الصعود والنزول. أنا نفسي أكون ناجح على طول. عافاك، يعطيك العافية. هقول لك بقى طريق النجاح. الطريق اتعرفت بالرب، أنت حطيت رجلك أو حطيت الأساس بتاع النجاح. تعال بقى رقم اتنين. ها يلا بقى هندخل على رقم اتنين. أتاري في حاجات شايلها جواك معطلك. تاني حاجات شايلها جواك محتفظ بيها لنفسك وهي ضارة جدا. طب اعمل ايه فيها دي؟ اسمع. اذ لنا سحاب من الشهود مقدار هذه. احنا قرناها من شوية اصحاح 12، مش احنا قرنا من اصحاح 12؟ فاذ لنا سحاب من الشهود. مين دول؟ دول اللي في اصحاح 11 اللي انا اتكلمت عنه. مقدار هذه ايوه مطلوب مننا. ها اطرح اطرح. لا ده ما تعيش حساسية. لنطرح، خد بالك معاي، لنطرح. نطرح يعني باللغة العامية بتاعتنا نعم ارمي. شكرا. ارمي يا اخي، ماسك فيها ليه؟ طول ما انت ماسك في الاشياء اللي اتكلم عنها دلوقتي فشلان في حياتك. ولما اسألك تقول لي تعرفت بربنا وانا انسان جديد في المسيح بس فاشل. عارف فاشل ليه؟ لان في اشياء لازم تتخلص منها، لازم اشياء ترميها مع الطلاق عن طريق النجاح. اطرح. اول حاجه تعرف، تاني حاجه اطرح، ارمي. نطرح ايه بقى؟ يلا نشوف الايه يقول ايه. ها فلنطرح ايوه كل ثقل. ها خلاص احنا خلصنا من الايه دي. احنا دلوقتي في عبرانيين 12. اقولها لك تاني، اسمعها تاني، معلش اسمعها لي تاني. في حاجات ايوه لازم تترمي، لازم نرميها. هقرا لك الايه بطريقه ادق شوي، مش قادر اقول لك صح لكن ادق. اسمع الآية كده يقول ايه فيها. فلنطرح بسهولة كل ثقل والخطية المحيطة بنا. خدتوا بالكم انا جبت سهولة فين؟ انتوا مش واخدين بالكم. ها فلنطرح بسهولة يعني ايه؟ افلت ايدك، ما تمسكش فيها، ما تمسكش بيدك وسنانك. اتخلص منها والامر سهل. فلنطرح بسهوله حاجتين. ايه الحاجه الاولانيه؟ كل ثقل. والحاجه الثانيه
الخطية المحيطة بين. هنسيب كلمة الخطية ونمسك الحاجات الأثقال أحمال للأسف في قلب المؤمنين معطل نموهم الروحي. لك 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 كم سنة مؤمن والحال على حاله؟ فيش أي تقدم في حياتك؟ فيش أي نمو روحي؟ لك 16 سنة في الإيمان المفروض تبقى خادم، المفروض تبقى تخدم ربنا وانت قاعد محلك سر. ليه اللي جرالك؟ انا بصك حليم. نعم اخوي انا احب الترنيمه اخ مدحت، احب الترنيمه اللي تقول على حساب الدم انا داخل، داخل ليا نصيب. هي دي اللي حفظتها؟ هي دي القامه؟ خد بالك هي الترنيمه حلوه بس انت واخدها بطريقه غلط. على حساب الدم انا داخل، داخل بس انا عايز اعيش هنا. يا مؤمنين يا مؤمنات، قبل ان نذهب الى السماء عند الرب لابد ان نعيش السماء هنا مع الرب. في حد معايا؟ طب حد زعلان؟ طيب خلاص اكمل ما دام مش زعلانين. ها هقول تاني، قبل ان نذهب عند الرب الى بيت الاب لازم نعيش بيت الاب واحنا هنا مع الرب. فالسماء ما تبقاش غريبة عليا، والمسيح مش هيبقى غريب عليا لأني ليا شركة وعشرة معاه. طب وما ليه معطلني؟ حياتي فاشلة روحيا. ليه؟ لأن في أثقال مش عايز ترميها. تعالوا نقرأ شوية عن الأثقال. يلا أنتوا تعبتوا؟ لا ده لسه يعني معايا شوية تاني، مش هلحق أقول الطريق كله باين علي، بس لازم هقرأ شوية. بصوا معايا كده في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة أفسس، لو قدرتوا تطلعوا لي الآية بس بسرعة بسرعة يبقى حاجة عظيمة. أفسس أصحاح 4، أفسس أصحاح 4، تعالوا نقرأ ونشوف إيه اللي بيقوله لنا الروح القدس في الرسالة دي. فيها كلمة نطرح، بص كده معايا أصحاح 4 وعدد 25، عدد 25، اسمع كده يقول ايه. يلا لذلك اطرحوا. انتوا قلتوا معناها ارمي. طيب اذا لقيتها في حياتك من فضلك ما تسيبش المكان الا اذا رميتها في حضرة الله وتطلع خفيف مش شايل شيلة تقيلة. زي ايه؟ هندخل في اللي بيوجع بقى. اطرحوا عنكم الكذب. انت بتكلم مؤمنين ولا خطاه؟ نعم انت بتكلم مؤمنين ولا خطاه؟ يا حبيب قلبي روح لمقدمة الرسالة واقراها. الرسول بولس يقول للقديسين الأمناء، يبقى يكلم مين؟ ده مؤمنين وأمناء كمان. خدت بالك معايا؟ يعني ممكن مؤمن يقع فيها؟ هلخبط باين عليا. ده ممكن خادم يقع فيها. معقولة؟ ما جبتها لك عندي اهو. خادم يقع فيها. الكذب. ايوه ازاي؟ لا وضحها، وضحها لك. لما انا حضرتي اطلع على المنبر واقف واقول لك مره اتقابل معايا واحد خمرجي وبيتعاطى مخدرات ودخخني وبتاع مش عارف يعني علاقات مش كويسه وبيخون امراته، قلت له كل الكلام ده ولا حاجه، الراجل بيدخن بس، الراجل بيدخن بس يا اخوانا، بس عشان الاختبار حلو تسقفوا لي وانا نط من على المنبر من الفرحه. سقفتوا لي احط لكم التحبيشه دي كلها. واو لو اختمها لك بطريقه دراميه، كلمته عن الرب راح صارخ وطلب الرب، والروح القدس يقول لي وانا على المنبر يا كذاب يا كذاب، المبالغة في الكلام يساوي الكذب. عشان كده في خدام معطلين كتير، وفي مؤمنين معطلين كتير، وفي مؤمنات فاشلات كتير، والسبب لأن حياتهم فيها ايه؟ لا مش عايزين تقولوها، حياتهم فيها ايه؟ ارمي الكذب النهاردة، تكلم بالصدق، اعمل معروف. اتأخرت ليه الليلة دي؟
ما انا قايله لك ما تغيبش بعد الساعه 10، جايني الساعه 12 ونص بالليل. مسك فيا واحد وقعد يحكي معايا يا كذاب. عفوا معلش حقك علي. تكذب على مراتك وتقول لي معطل؟ اطرح ارمي نظف شعبك وانا معاهم النهارده يا رب. اسمع يا حبايبي اسمع اسمع، اطرحوا الكذب وتكلموا بالصدق. اسمع كمان، اطرحوا الغضب بعدها على طول، اغضبوا ولا تخطئوا. طول ما انت غضبان بسبب ولا بدون سبب عمرك ما تطلع لقدام. سألوني سؤال يمكن ما يعجبكمش، قالوا هل الإيمان يغير الطبع؟ قلت الإيمان يغير الطبيعة لكن لا يغير الطبع. أنا عارف هتزعلوا من العبارة دي. الإيمان يخليك تبقى إنسان جديد في المسيح يسوع. قبل الإيمان أنت عصبي وبعد الإيمان عصبي. قبل الإيمان أنت غضوب وبعد الإيمان أنت غضوب. الله مش الإيمان لا مش هيغير الطبع. أمال إيه اللي غير الطبع؟ أقول لك عليه بقى. اسمع، لما أجيب واحد هادي وحطه في مع 10 أشخاص كلهم غضب وصخب، أدي لك منه بعد أسبوعين رئيس العصابة. اعكسها بقى، هجيب واحد غضوب وحطه وسط ناس هاديين حلوين ومليانين بالوداعة، بعد 7 أيام أدي لك منهم واحد هو الشخص ده أكثر منهم وداعة. أتاري العشرة تغير الطبع. حد معايا يا أخوانا؟ عندما تعتشر بالرب وتكون لك شركة عظيمة ينقل الروح القدس في داخلك طبع المسيح اللي تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجد راحة لنفوسكم. إن الشركة والعلاقة مع الرب بتغير طبعنا، يبقى فيها ريحة المسيح وسيرة المسيح وحياة المسيح وروح المسيح ولطف ووداعة المسيح. زدنا اقترابا منك يا رب، زدنا اقترابا منك يا رب. ان شاء الله النهارده نطرح ايه ما تقوله؟ الكذب، وتاني والغضب. لا هكمل معاكم لحظه. اسمع كده يقول ايه كمان، لا تغرب الشمس على غيظكم. واحد دايما بينكدوا على بعض هو ومراته للاسف، والاثنين مؤمنين، فبيقول لي تعبت من النكد. قلت له طب انا اسالك، انت مؤمن؟ قال لي اه، وانا لي اختباري مع الرب ومراتي مؤمنه. قلت له طب اسالك سؤال، لما تغيظوا بعض وتتضايقوا تقدروا تصلوا مع بعض في المذبح العائلي؟ قال نضحك على حالنا نقول ايه ربنا. قلت له يبقى الغيظ في قلبك وفي قلبها منعكم من انكم تصلوا. يبقى اذا عشان نعالج المشاكل ما تناموش بالغيظ. لا تغرب الشمس على غيظكم. هوطي صوتي عشان ما حدش يسمعني، بس المشكلة على الهواء الكلام. عندنا مشكلة احنا الشرقيين، دمنا سخن وصعب على الرجل يبقى غلطان وعارف نفسه غلطان. صعب عليه او يقول لمراته حقك علي، او لحقك تحتقرني. ده بالعكس، ده تكبر في عيونها وتجيب طشت وتغسل لك رجليك. انا بقولها لك اهو، اسمعني اسمعني، لما تغلط قول انا غلطان، لما تغلطي قولي انا غلطان. خلي ربنا يرضى علينا وحياتنا تنمو وشركتنا تزداد. حتى قال امين. طيب اللي بعدها، اطرح السرقه. سرقه؟ اه يا ساتر يا رب، مؤمنين حراميه؟ انا اسف معليش. ليه؟ ده سرقه المؤمنين سرقه نزيهه. انا ما شفتش انزه من المؤمنين في السرقه. انا عارفه تستغربوا من الالفاظ. مين اللي ادى الوصيه لا تسرق دي؟ مش عارفينها. مين اللي قال لا تسرق؟ الرب. بص بقى، المؤمنين من شطارتهم سرقوا الرب نفسه. تقول ازاي؟ الكتاب اللي قال يا حبيبي، انا ما بيني وبينك كلمه الله، قال لبنو اسرائيل في سفر ملاخي سلبتموني.
كلمة سلبتموني أصعب من كلمة سرقتوني. بما سلبناك؟ لسان طويل. قال لهم في العشور والتقدمة نصيبي أكلتوه. اسمع بقى، تدي ربنا نصيبه. كنت أشاور على واحد بس خفت لقلب فأبنيش يزعل مني. لا هسألكم كلكم، بتاخد كام مرتب في الشهر؟ ولا بتشتغل اليومية بكام؟ غليت 300 جنيه، 300؟ يبقى ربنا ليهم ليه كام فيهم؟ خليك معنا، لا أؤمن بالعشور لكن أمرك لله، خد خليك يهودي النهاردة. ها؟ يبقى ربنا ليه كام؟ مش قادرين يحسبوها. يا الله، ده أنا جبت لكم الرقم الصغير. عشر التلتمية كام؟ التلاتين. التلاتين في الشهر يبقى لي كام؟ 900 جنيه. بتحضر كم اجتماع في الأسبوع؟ وتحط ايدك في جيبك وتدور، بتدور على ايه؟ يشوف العملة الصغيرة، واخد بالك معايا؟ وكله من عند الله وروح لله. بتحط له ايه؟ 10 جنيه؟ يبقى انت حرامي بكام؟ عاوزين ربنا يرضى علينا، عاوزين نبقى ناجحين في حياتنا، لازم نعيش بالأمانة، نطرح السرقة، نطرح الغضب، نطرح كل هذه الأمور. تقولوا أمين؟ طب بصوا بقى، هقرا آية تاني بسرعة لأن الوقت بيجري بي. في بطرس الرسول الأولى أصحاح 2، طبعا في كولوسي وفي يعقوب، في كتير، بس أنا هاخد دي الأخيرة دي، هاي كمان هاخد دي. بطرس الرسول الأولى وأصحاح 2. أيوة، اقروا معايا كده يا أخوة، يا أخوات، يا أخوة. فاطرحوا كل إيه؟ لن أخشى أحد قد ما أخشى من الشخص الخبيث. مش هشرح حالك. اطرحوا كل مكر، اطرحوا الرياء، تبشروا بالشين، اطرح الحسد. الحسد مش العين صابتنا، رب العرش نجان. لا، انا هقف في حته معينه بالذات يا حبايبي. كلمه الحسد، دخلت ام فلان شافت الواد عامل زي الضابط كده، هو وهو صغير ضربته بعين، طلعت من البيت الولد كان هيفطس ليلة. ما بخرناه، بخرتيه بايه؟ بخرتيه بايه؟ قلت في عين الريح واللي جاي والقريب والحبيب، وفي عين أبوه وفي عين أمه. شيطنة، دي أمور شياطين، فيش كلام من ده. أما للحسد هنا إيه؟ الحسد أعلى مستوى للكراهية. هكره الشخص لدرجة أتمنى موته وأخد مكانه. هذا الحسد، هذا الحسد. اطرح، اوعى تكره حد، اطرح الحسد واطرح كل ايه؟ لا يا اخوات، المره دي هميل ناحيتكم. كل ما زم مسك السيره، تتصل بالتليفون، طبعا لسه يا حبيبتي لسه قدامي 2500 دقيقه، خدي راحتك. وهي مرات فلان، اسكتي، دي عقرب. يا ها، وانت تقول ده يا ده عقرب، دي سهله، دي تعبان. بتتسلي ونيجي في الكنيسه بقى هنا، خد بالك معاي، معلش يا اخ مداح، نيجي في الكنيسه بقى، واخد بالك؟ ها، النعمه، ايه الترنيمه اللي قلتها عن النعمه دي؟ يا اعمل ايه بقى؟ والروح القدس من فوق يقول لي ايه؟ نزل ايدك يا كذاب، نزل ايدك. انت بتمثل تمثيليه في محضري، مثلها بره، لكن هنا لا لا لا. انت لسه ماسك سيرتها، ماسك سيرته، لسه ماسكه سيرتها. هذه كلها معطلات تعطل نمونا الروحي ونجاحنا، تصيبنا بالفشل. لازم نعمل ايه؟ قولوا معايا، نطرحها، نطرحها غصب عني. لازم اروح للآية دي بصراحة، لان حرام علي اذا ما رحت لهاش، لازم اروح لها. رسالة يعقوب، رسالة يعقوب الأصحاح الأول وعدد 18. يا رب تزبط، إذا ما زبطتش اضطر أروح للآية.
هي آفة أصحاح واحد، أصحاح واحد فعلا، بس العدد مش صدقني مظبوطة. عدد 21، عدد 21. يلا بصوا كده معايا يقول ايه. لذلك مين يكمل؟ اطرحوا ايوه كل نجاسة وكسرة شر. هتكون النتيجة ايه؟ تقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. ليه مش قابلين الكلمة؟ الرب عاوز يغرسها جوانا، عاوز ينجح طريقنا وحياتنا، تخلصنا من الضعف والفشل. ليه كلمة الله مش لاقية مجال؟ عارف ليه؟ لأن في حاجة اسميها قولها نجاسة. اطرحوا كل نجاسة، يا اطرحوا كل 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 نجاسة وكسرة شر. في نجاسة بأشكال وألوان. قل لي وانت على الانترنت بتشوف ايه؟ صدقني ما كنت تطرح النهاردة ما في فايدة، هتعيش فاشل طول حياتك. بتشوف ايه؟ بتشوف ايه يا حبيب؟ الخطية بتنط كده من غير ما تحس. بص يا حليم، قول اخوي انا بدخل على الفيسبوك ولاقي الصور وحشة طلعت، طلعت بعتها لك الشيطان، بتعمل ايه؟ بضطر غصب عني طيب واجري واجري بقى. ما حدش راضي يقول لكم الصح من الغلط، حرام. يلا بس اقول لك يسوع جميل، يسوع حلو، هتروح السماء على حساب. اسم الله عليك. الله عاوز ناس تتقدس، عاوز ناس تعيش صح. اطرحوا عنكم كل ايه؟ قولوا معايا كل نجاسة. المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ. تبص على الصور رديئة، أمور ذكرها قبيح، وتيجي ما احنا هنروح كنيسة المسيح يوم الجمعة الصبح إن شاء الله. أيوة، والواحد يغسل كده نفسه. تغسل نفسك؟ تغسل نفسك لما تيجي هنا تسمع لك عزة من حليم؟ الله يريد أن أكونوا قديسين لأن أباكم. اطرح النجاسة. اسمع، أنا لا أعرفك مؤمن ولا خاطي. في مؤمنين واعين، في مؤمنين واعين. جاني أحد الشبان ودموعه في عينيه، اسمعوا القصة دي، ودموعه في عينيه، بقول له يا أخ حليم. قلت له تفضل. قال أنتوا الخدام بتشوفوا الأفلام الوحشة؟ قلت له يا ساتر يا رب، يا ولدي لا عندي فيسبوك ولا أحب الإنترنت، أنا بستخدم التليفون أكلم مراتي وابني. قال لي لا، ده في خادم كان عندنا. قلت له ايوه ماله؟ قال هو راح الحمام، انا بصيت في الكمبيوتر ما قفلهوش ولقيت في حاجات وحشه وحشه وحشه. فلما رجع بقول له ايه ده اللي حطه على قال لا اصل احنا لازم نشوف الحاجات دي عشان نعرف نوع الصح. عاوز الطم يا حبايبي. الهنا قدوس وحب القداسة. كلمة الله ما لهاش تأثير نتيجة الخراب وعدم القداسة في حياتك. لازم نتوب. اذكر من أين سقطت واعمل ايه وتوب. توب. اسمع، سيب كل خطية، بس خلينا أختم بقى. اسمع، فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا، نطرحها بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد. الموضوع عارفين الجهاد يعني سباق، يعني احنا داخلين في ايه؟ ما دام داخل في السباق وتشيل لك شيله هتاخد المكافاه، يضحكوا عليك يجروا قدامك عشان تجري صح. ارم اطرح عشان تقدر تجري. يبقى الجهاد يتطلب طرح. ما تقول معايا طرح المعطلات، ارمي. طيب لو انا شايل شيله، بصوا كده معاه، الكتاب ده وزنه 30 طن. يخ علي أنا بشوف 30 كيلو 30 كيلو، معلش 30 كيلو، وشايلها على كده. خد بالك معاه، كل ما تطول المسافة مين يكون خبير يساعدني؟ أنحاني، صح كده؟ أنحاني عشان أحفظ الحمل اللي أنا شايله. تقول له بص لفوق، مش قادر لان في ايه؟ ما تقول معايا شيله. عشان تبص لفوق لازم ايه؟ ترمي الشيله، تطرح الاثقال.
عشان كده تحاضر بالصبر، تركض في الميدان وعينك تترفع لفوق ناظرين الى رئيس الايمان، بصله بقى، تمثل بيه، اشبع بيه يا حبيب قلبي اللي ما فيه زيك. ايوه كده. لا اقول لك على حاجه تانية، بص كده، بص انا بعمل ايه، بص معاي هنا وهنا، حد فهم حاجه؟ ما انا خلاص هختمه هنا وهنا. ده ايه ده؟ عينك وعقلك الاثنين مربوطين ببعض. عينك مخك بترجم، انبصت على الحلم مخك يترجم حلم، انبصت على الوحش مخك يترجم على الوحش. طب انت باصص على مين؟ ناظرين الى ومكمله. انت باصص على المسيح مخك يترجم، هيترجم جمال المسيح وحلاوته، هتلاقي فكرك مقدس ولا شرير. طب بص اخر عدد بقى يقول ايه، اخر عدد ثلاثة، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة. ابص له واعمل ايه كمان؟ وفكر فيه، فكري مليان بيه. شوف اذا تعرفت بيه طرحت الاثقال، خلي عينيك لفوق جاهد، بصيت للمسيح بعيون الايمان لفوق، ملا فكرك بالرب، ستكون ناجحا على طول الطريق. هذا هو طريق النجاح. اذا اردتم ان تكونوا ناجحين فليس امامنا الا هذا الامر. والسؤال يا ترى، هل تريد ان تكون ناجح ام فاشل؟ ها، نوافق على رفع اليد المره دي، معلش، اللي عاوز يكمل رحلته فاشل. رفعت ايديكم قبل ما اسال، اعمل لكم ايه؟ ها، اللي عاوز يكمل حياته فاشل يرفع ايده. ولا واحد ولا واحده، يا اله الصلاة. اللي عاوز يكمل رحلته من الان فصاعد في نجاح مستمر لغايه ما نوصل للابديه. طب ايه رايكم لو رفعنا وسطنا لفوق بدل ايدينا؟ تعالوا نقف نصلي، تعالوا نرفع قلوبنا قدام الرب. اخوتي واخواتي، ليست القصه ان النار صعبه والجحيم ابدي والدود لا ينام لا يموت والعذاب الى ابد الابدين، ليست القصه فقط هذه، لكن الله يريدنا ان نعيش على الارض اشخاص ناجحين، اشخاص ناجحين. الرسول يوحنا قال لغايوس الحبيب: أروم في كل شيء أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك ناجحة. الرب عاوزنا ننجح داخليا وخارجيا. عاوز تنجح؟ تعرف به. عاوزة تنجح يا أختي؟ هذا هو طريق النجاح. لابد أن تتعرف بالرب أولا، قرب منه، قل له أقرب منك، أدخل قلبي، أدخل حياتي. أنا بحاول أردد بعض الكلمات، لو حبيت تقولها وراي قولها براحتك، بس في سرك حدش يسمع صوتك. قل له راجع لك بكل قلبي، أنا راجع لك وبتوب توبة حقيقية. يا رب أنا اكتشفت فعلا الفشل، مش اكتشفته، اختبرته، بس أنت النهاردة شاورت على سر الفشل في حياتي، إن أنا بعدت عنك، اجذبني إليك، قربني منك، خليني قريب منك، املك على حياتي، بالدم غط عيوبي، ببرك اكسوني، وبروحك املاني، نظفني من الاثقال اللي حنت ظهري. بعترف لك ببالغ في الكلام، بعترف لك بغضب كتير، بعترف لك ببات بغيظ كتير، بعترف لك حسود وبحسد الآخرين واتمنى موتهم، بعترف لك أنا مرائي، بعترف لك أن أنا بمسك سيرة الآخرين. توبني فأتوب، خلصني فأخلص. حبايبي، من فضلكم من فضلكم، خلينا نصلي، خلينا نصلي، خلينا نرفع قلوبنا بتوبة حقيقية، نرجع ليك يا رب. يلا بينا نصلي. بقدم نفسي ذبيحة حياني مقدسة مرضية أمامك،
أكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالب. فكر في الكلام وانت بتصلي، فكر في الكلام مرة تانية. بقدم نفسي ذبيحة حيالي، ذبيحة كاملة كاملة مقدسة مرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي بغالي قدامك. علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق، اختارك قبل اي شيء. علشان انت الحياة والحق انت هو الطريق، برجع رد نفسي يا رب، ردني يا رب. روحك يشفي ارتداد القدس ويعود يصنعني إنا يحمل مجد. أمين يا رب. برجع عن كل إلى عبدت معاك أعلن سلطانك، أعلن سلطانك على قلبي الواحد. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة مقدسة مرضية أمامك، بكسر كل طيب، بكسر كل طيب عند رجليك. خلاص ما بقاش في حياتي، مين بقدم نفسي ذبيحة، بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة مرضية أمامك، بكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق، بختارك تكون الاول وقبل اي شيء. علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. خد دقيقة تاني وانت واقف كده، قول للرب كرسني لي. كرسني ليك، كرسني يا رب ليك.
وجع من عليا كل تكل مش مخليني امشي وراك. وانا بفتكر عملك لاجلي، اخليت نفسك لاجلي، تنازلت لاجلي. وانا جاي اقول لك يا رب تبقى انت حظي. ممكن تقول له كرسني معاه، صليها صليها، كرسني يا رب. اخواتي اشعر بالروح القدس ان الرب بيعدى على بيوت يكرسها، على بيوت دبت فيها الخيانه ورب بينظفها، رب بينظفها. في مكنسة عند الرب اسمها مكنسة الهلاك، يعد على قلبك ويكنس اللي مش ليه فيك وما ترجع لهش تاني. أنا معاك، قدسني يا رب، قدسني يا رب. وإحنا سمعين الدعوة دي تقدسوا يا شعبي، لأني هصنع في وسطكم نجاح ونهضة واستخدام وتأثير. نتقدس يا رب، نتقدس يا رب. عايز أقدم كله ليك حتى اللي غالي، وما فيش حاجات تغلى عليك أو تشغل بالي. عايز أقدم كله ليك حتى اللي غالي، وما فيش حاجة تغلى عليك أو تشغل بالي. وتكون يسوع انت الهدف، كله اتحذف إلاك، كله الحقيقة قبر نشف، وانا كالخزف وياك. وتكون يسوع انت الهدف، كله اتحذف إلاك، وانا كالخزف وياك. انت اجمل ما في حياتي، انت اجمل ما في حياتي، فيك اوعى تنسى ماشي معاك، مش ناسي انك جاي تاني. انت اجمل ما في حياتي، فيك الاماني، ماشي معاك مش ناسي انك جاي تاني. اللي فات سبته في سكوت وياك وصوتي يعلم، مفيش معاك احلم تموت، والجاي في ايدك احلى. صوتي يا علا ما فيش معاك أحلم تموت، والجاي في إيدك أنت هدف أهداف العمر، أنت هدف أهداف العمر اللي أنا بحياه علشان